انطلقت بتغازوت فعاليات الدورة الثانية لمعرض تغازوت سيرف إكسبو، وذلك بمشاركة فاعلين وخبراء في هذا النوع من الرياضات المائية. هذه الدورة هذه جات تقريبا ضعف 60 عارض من أنحاء العالم، دونك من أوروبا، أستراليا، من المغرب، لافريك، دونك وكاين بزاف ديال الورشات اللي هما بروغرامي. برنامج المعرض يتضمن حصصا لركوب الأمواج ودورات تكوينية حول تغذية الرياضيين رفيعي المستوى ولقاءات تتناول مواضيع متنوعة. جيت كنعرض المنتوج ديالي كمنتوج صنع يدوي محلي 100% في جهه ديال سوس، خصوصا اكادير، تمراغ، تغازوت. الاهميه ديال سيرف إكسبو بالنسبه لي انا هو التعريف بالمنتوج. المعرض يروم تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ربط الصلة بين مقاولين محليين ومهنيين عالميين مثل منظمي الرحلات السياحية وشركات تصنيع المعدات والعلامات المتخصصة في ملابس ممارسي ركوب الموج وغيرهم.